تحياتي لكم سيداتي سادتي، أجمل صباح وأحلى صباح تحمله هذه الخدمة الإخبارية الإعلامية عبر الإخبارية، ومن خلالها نوجه التحية والشكر الجزيل المسبق على حسن المرافقة وهدية المتابعة من الآن وحتى 10 صباحا في موعدنا اليومي المتجدد، سفر على متن طيات متنوعة إخبارية إعلامية خدماتية ما تقوم به المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين، المؤسسة طبعا لنقل المسافرين وسط في ظرف الجائحة، ما تقوم به من نشاط سيكون وجهتنا. سنتناول ما جندته هذه المؤسسة من إمكانيات في مجال تعقيم الحافلات الخاصة بنقل المسافرين اليوم وفي هذا الظرف الاستثنائي والراهن نقل الأطقم الطبية. نتصل أو ننقل اليوم في البرنامج تجند الشباب لخدمة وطنهم والاستجابة لندائه من خلال الأعمال، أعمال التطوع والعمل المجتمعي، خاصة مرتبطة بالتوعية والتحسيس من مخاطر وباء كورونا في اليوم العالمي لمهارات الشباب. في اليوم الوطني للطفل الجزائري، المكسب طبعا الوطني الإضافي لفائدة أطفالنا، نحمل مشاركات الطفولة في مختلف المنصات والمنابر الإعلامية، منصة أخبار الصحف الوطنية والدولية، جولة مضمونة قراءة وحصاد لما تناولته الصحف الوطنية والدولية وما جادت به قريحة زملائنا في رسالة الإعلام والصحافة في جرائدهم. الزملاء في القسم الرياضي يوفوننا بالمستجدات الرياضية وآخر المستجدات الرياضية في الصباح الرياضي. تلكم هذه المقادير التي سترافقكم من الآن وحتى 10 صباحا. نتمنى أن تبقى الشهية مفتوحة وهذا حتى التوقف التام لهذه القافلة الصباحية الإعلامية. صباح الخير ومرحبا. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. ثقة كبيرة في استجابة المواطنين لكل هذه التدابير الاحترازية التي تدخل ضمن المخطط الوطني الوقائي من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، ولا بأس أن نذكر بهذه الاحترازات: ارتداء الأقنعة الواقية، مسافة الأمان والتباعد الجسدي. وجهتنا ستكون إلى عالم السفر والخطوط الطويلة التي تضمنها المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط. بعد الفاصل ضيف الصباح. ضيف الصباح اليوم السيد خليل بن عزوت، وهو مكلف بالاتصال والإعلام بالمؤسسة الاقتصادية لنقل المسافرين وسط. صباح الخير سيد خليل، وشكرا على قبولك الاستضافة. العفو، صباح الخير، أنا نشكركم على الدعوة. مرحبا. شكرا جزيلا، نحيي من خلالك كل المشاهدين. مرحبا سيد خليل. في البداية لو نعرف المشاهد بهذه المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي التي تتكفل بنقل المسافرين. سيد الكريم، هو المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين، يعني ما كاش اللي ما يعرفهاش، فقط ربما تغير الاسم، اللي كانت هي المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين SNTV بكري، كانت كما احنا نقولوا كانت معروفة بالكار الحمراء. يعني هي من بين المؤسسات اللي كانت تصنع او
تمثل مجد المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، يعني ما الجزائر المستقلة، يعني بعد الاستقلال كانت من المؤسسات الأولى اللي اعتمدت عليهم الجزائر في صناعة الاقتصاد خاصة في مجال النقل. هذا قبل يعني ما تتعرض لعدة عوامل خلاها يعني في شبه انهيار، حيث تم حلها في 2010 لتعود من جديد بقرار من مجلس المساهمات، تعود من جديد للنشاط في 2012 تحت اسم المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين الوسط، أو ما يعرف بـ EPO-TVC. المؤسسة هذه جاءت بالجديد، جاءت بتكنولوجيات عالية، جاءت بوجه يعني وجه يعني يمثل الجزائر الجديدة. ف يعني بشويه بدات تطور، وين وصلنا حتى باش نقدروا نديروا مثلا الحافله الذكيه اللي ربما بزاف مواطنين ما عرفوش بها، وتضمن لحد الان عده نقاط من الوطن جنوبا شرقا وغربا حتى الحدود، يعني المناطق الثلاث اللي ذكرتها. ما هي أهم الخطوط التي تضمنها؟ أنت تتحدث عن نقل المسافرين في كانت في الظروف العادية، ربما قبل أن نتحدث عن ما جند في هذا الظرف الاستثنائي وفي هذا الظرف الراهن. هي المؤسسة، مؤسسة TVC، تضمن حوالي 60 خط، يعني كما قلت لك عندنا جنوب شرق وشمال. ربما الناس تسمع كلمة وسط، يعني هي ما يعني فقط الوسط، لا يعني الوسط لأنها المؤسسة الأم اللي تقع في الوسط. هناك ثلاث مؤسسات، أو هي في العائلة فيها ثلاث أفراد مثلا كما نقوله. كاين وحدة تاع TVO اللي جاية في وهران في الغرب، وكان تي في اللي جايه في الشرق، وتي في سي سنتر. يعني ثلاث مؤسسات، هي ثلاث مؤسسات، المؤسسه الام هي تي في سي. ظرف استثنائي تعيشه تقريبا كل المؤسسات يعني دون استثناء. أكيد. نحن أكيد. نتكيف، وجل هذه المؤسسات تكيفت مع هذا الظرف الاستثنائي. كيف تكيفت مؤسستكم مع هذا الظرف الاستثنائي وهذا الظرف الراهن؟ والله منذ البدايه احنا الظرف الاستثنائي هذا وكأننا كنا مستعدين له يعني منذ البداية. أكيد كان فيها يعني فرض الحجر الصحي على العمال، وإن المؤسسة سرحت، إدارة المؤسسة سرحت حوالي 80% من العمال لمدة تقارب 3 أشهر قبل عودتهم مؤخرا، واستئناف العمل على مستوى الإدارة، إدارة المؤسسة. تبقى يعني المؤسسة كملت في الخدمة تاعها، لكن مش هي عبر الخطوط الطويلة مع المسافرين مع المواطنين. بالعكس كملت، ولت يعني ساهمت في مجابهة الجائحة بنقل الأطباء للطواقم الطبية، بنقل حتى العمال، عمال الولاية. وهناك أيضا بعض الاتفاقيات مع بعض القطاعات، مثلا آخر اتفاقية كانت مع إدارة السجون، مع اللجنة الاجتماعية التابعة لإدارة السجون. سنتحدث عن ضمان هذه الخطوط وكيف تضمنون هذه الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسة، لأن المسألة هي مسألة تنسيق ومسألة عمل تشاركي يتم على أكبر مستوى بين هذه المؤسسات. أدعوك وأدعو كل المشاهدين لمتابعة موضوع فاطمة الزهرة بن فرج الله، تضعنا في قلب ما تقوم به هذه المؤسسة من تجنيد في مجال تعقيم وتطهير هذه الحافلات التي تضمن تنقل الأطقم الطبية وغيرهم أيضا عمال هذه المؤسسات التي دخلت في شراكة مع المؤسسة، مؤسسة النقل، المؤسسة الاقتصادية لنقل المسافرين الوسط. بعد كل عملية نقل للمواطنين للحجر الصحي إلى الفنادق وكذا نقل عمال الصحة، تخضع حافلات المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين وسط لعملية تعقيم دقيقة. نقوم بعملية مراقبة الحافلة، مراقبة تقنية، ومن بعد نجيبوها لهذه المحطة، هي محطة تنظيف. يقوم عمال النظافة بنظافة الحافلة داخليا وخارجيا، وبعد ذلك نقوم بعملية التعقيم. بون كي تدخل كان نبداو نعقمو لها في لي بوني تاع الباب، من بعد لي بوني تاع الكراسه، الفولون تاع الشوفير، الكراسه نعقموها كومبليتمون. في هذه الورشه يتم صيانه الحافلات التي هي في الخدمه، لا سيما التي تنقل المواطنين المعنيين بالحجر الصحي الى مختلف الولايات. كنا حنا كانوا الحافلات مشغولين،
رايحين جايين رايحين جايين مع تاع الحجر الصحي وتاع الاخر كي يدخلوا يعاودوا لهم كلش. احنا رانا نقوموا بمواكبه هذا الوباء يعني بما اتيح للمؤسسه من امكانيات. رانا نعقموا وسائل النقل اللي راهي الان تشتغل مع الولايه ولا مع قطاع الصحه يوميا. هي إجراءات وقائية تحرص على تطبيقها المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين وسط لضمان ديمومة تقديم أحسن الخدمات في مجال النقل البري. واليوم الأولوية من أجل ضمان الخدمة، ضمان خدمة بمعايير صحية بمعايير سلامة تستجيب لما يخطط على أكبر مستوى من أجل توفير الراحة وتوفير الصحة خاصة للأطقم الطبية أو للعمال الذين يسهرون على مستوى مؤسساتهم. كنت رحبت بسيد خليل عزوت، أذكر هو مكلف بالاتصال والإعلام بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط. أسألك الآن عن عملية هذه التطهير والتعقيم، هل تتم بصورة مستقلة؟ هل أنتم تشرفون على عملية التعقيم والتطهير أو يتم الاتصال بشركاء آخرين يساهمون معكم في هذا العملية؟ لا، احنا عندنا فريق اللي يقوم بهذا المهمة من بين يعني بعض من أعضاء الفريق رغم هنا متواجدين اليوم في التلفزيون في عملية تعقيم بعض أجنحة التلفزيون الجزائري. إن شاء الله هذا لأنكم دعوتونا وتقاليد تاع مؤسسة تي بي سي من تقاليد المجتمع الجزائري ما نجوش يدينا فارغين. أنتم الآن بصدد التعقيم والتطهير. نعم. بالنسبة للعملية اللي نقوم بها عملية التعقيم، هي احنا أولا عندنا مؤسسة وطنية عمومية أيضا اللي نشريو من عندها المادة المعقمة، يعني كاين حتى بالنسبة للتعاون يعني ما بين المؤسسات بيننا وبين المؤسسات الأخرى فيما يخص عملية تنظيف. عندنا فقط يعني كما قلت لك المادة برك يعني اللي نشريوها من عند المؤسسة صف، يعني بالنسبة للأخرى عملية تعقيم تقوم بها فرق معينة من طرف الإدارة في قلب المؤسسة. يعني وهذه الفرق هذه تعمل بصفة دورية، يعني الأصول عندما يعود إلى الحاضرة يروح للصيانة قبل، يجوز على الصيانة، من الصيانة يفوت للتنظيف، وهذه كانت هذه يعني منذ نشأة المؤسسة. فقط هذه المرة زدنا عملية التعقيم اللي أوتوماتيكيا تتعقم يوميا بعد عودة الأسطول للمؤسسة بعد نقل العمال والأطقم الطبية. أنت تتحدث عن الأسطول وتقصد به الحظيرة. تدعمت حظيرتكم بالعديد يعني من المركبات الحافلات. نعم، يعني بالنسبة للحافلات اللي تضمن الخطوط الطويلة حوالي 100 حافلة. 100 حافلة، جزء كبير منها هي الحافلات الذكية، يعني المعروفة بالحافلات الذكية. نعرف أن التنقل لهذه الخطوط الطويلة تعرقل نوعا ما النشاط، والوظيفة جمدت حتى إشعار آخر، وظيفة نقل المسافرين للمناطق. نعرف الآن هذه الظروف التي نعيشها كباقي دول العالم بما فيها ظروف الحجر ومنع تنقل المسافرين لهذه المسافات الطويلة. كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟ لا أعني مثلا العمال هؤلاء العالقين الآن في ولاياتهم ومرتبطين بالمؤسسة. والله بالنسبة هو موضوع صحيح، موضوع نوعا ما شائك، ولكن نحاولوا نحلو. احنا الحمد لله الدولة الجزائرية قامت بإجلاء الجزائريين يعني العالقين في الخارج. احنا بالنسبة لنا كمؤسسة جزائرية، احنا بالنسبة لنا أي عالق في ولاية من الولايات ما نقدرش نقولوها عالق، لأنه في بلاده يعني لا خوف عليه. لا خوف عليه، واحد يسكن في شلف وراو عالقه في بشار، في بشار ما نظنش يعني راح الناس تتركه ولا راح يضيع ولا راه في بلاده، هذاك هو الأهم. يعني من هذا المنبر نطمئن يعني يعني للمسافرين او الزبائن تاعنا في كل الولايات، انه اذا اردنا يعني هذا الشيء اللي حبيت نقوله، اذا اردنا ان نسرع في وتيرة العوده يعني للنشاط، كاين شيء واحد هو نحمي نفسي قبل، نكون واعي بالشيء اللي راني عايش فيه، الوباء هذا نعرفوا باللي ضر، نعرفوا باللي نقدر انا نضر حتى ولو هذه. وشنو هذه؟ كمامه بسيطه. يعني هذه الكمامه قادره تنقذ حياه، هذه الكمامه قادره تسرع لك في الوتيره، قادره تسرع لك في استئناف النشاط تاعك. فقط يعني احمي نفسك، احمي الاخر، حتى ولو انا ما نحبش نستعملها، لكن احتراما للاخر نستعملها، احتراما للآخر، حفاظنا على سلامة الآخر نستعملها.
هذا يعني شيء. نتمنى أن تكون ثقافة وممارسة يعني يومية كما تعودنا مثلا الآن في حياتنا اليومية على الهاتف المحمول عفوا أن يكون معنا. يجب أن نتعود يعني على القناع الواقي أن يكون معنا من أجل أن نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين، ونحن نردد دائما هذا الشعار وننادي دائما إلى أن ننخرط جميعا في عمل توعوي وتحسيسي من أجل الحد من تفشي هذا الوباء. أعود إلى نشاط هذه المؤسسة، تضمنون نقل الأطقم الطبية العمال، كيف تتم وتيرة النقل بصورة يومية؟ كيف تحافظون على هذه الخصوصية، يعني خصوصية الديمومة، ديمومة الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسستكم؟ يعني بالنسبة احنا هناك في اتفاقية بيننا وبين ولاية العاصمة وبيننا وبين القطاع الصحي في العاصمة، أكيد فيها برنامج وين الأطباء رباك دائما يعني في حركة مستمرة، يعني سواء من مقرات إقامتهم للمقر العمل تاعهم أو العكس، يعني يوميا فيها نقل الأطباء إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء. الأطقم الطبية على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة تضمنها المؤسسة؟ على معظمها يعني خارج العاصمة ليس لكم نشاط؟ يعني أنا أقصد مثلا في الولايات الداخلية القريبة من الجزائر العاصمة. عندنا بومردس، عندنا تيبازا، وخاصة فيما يخص نقل المسرحين من الحجر الصحي للمواطنين اللي كانوا موزعين عبر مختلف الفنادق في ولاية بومرداس في تيبازا والعاصمة. أنتم ضمنتم أيضا نقلهم إلى ولايتهم؟ ضمننا نقلهم إلى عائلتهم، إلى عائلتهم من العاصمة من بومرداس ومن تيبازا إلى غاية مقرات سكنهم. يعني حتى ولو مرة حدث أنه وين وحدة من إليزي، وحدها راحت وحدها الإليزي، فتاة كانت تم تسريحها من الحجر الصحي في أحد الفنادق، يعني نقلوها بالحافلة نتاعنا حتى الإليزي وحدها. هذه هي حتى ميزة الحجر، ربما يدعونا للحديث عن هذا البعد الاجتماعي والإنساني يعني للجائحة التي ألقت بظلالها على العالم ككل، والجزائر واحدة من هذه البلدان. ولكن لا أقول نعاني، لأن هذا البعد الإنساني ظهر وبرز من هكذا مواقف أولا إجلاء العالقين خارج الوطن، ومن ثم يعني توفير هذه المؤسسات الفندقية لضمان الحجر، ومن ثم يعني توصيلهم لعائلاتهم ومواليهم يعني في كل الولايات دون عوائق. ومما حتى واش نقول لك، كاين ربما كما نعاود نذكر واش قلت من قبل، العائق الوحيد يعني هو عدم التزام فقط للمواطن بالاجراءات الاحترازيه، يعني على الاقل حتى يحمي نفسه، هذا هو العائق. يعني كاين بعض الصحفيين ولا بعض الاعلاميين ولا بعض القنوات الاعلاميه يسالوني عن الخسائر، يقول لك راكم خسرتوا يعني ربما كثير يعني في الاخر في الفتره هذه هذه الجائحه. انا من خلال هذا المنبر نقول لهم كل شيء هون في سبيل صحه المواطن. صحيح. لا ننظر إلى هذه الأثر الاقتصادية التي خلفتها الجائحة بقدر ما ننظر إلى إحنا لازم الأثر كامل الصحية. يعني لازم كامل تكاثف الجهود تاعنا يعني محاربة الجائحة، لمكافحة الجائحة، للحد من انتشار الوباء. للأسف إحنا رانا نشهد ما يقارب 500 يعني حالة يعني في يوميا خلال الأيام الأخيرة. يعني شيء ربما هذا يعكس ربما عدم وعي بعض المواطنين بمدى خطورة الوباء هذا. هذا هو العائق يعني اللي رانا نعيشوه. لكن بالنسبة للعمل ما كان حتى عائق، الحمد لله يا رب العالمين متحكمين في الوضع. كما قلت لك الحمد لله يا رب العالمين، احنا حتى باش تعرف بدي ما عندناش حالة وسط يعني حالة مصابة بالكورونا وسط العمال. هذا كيفاش نقول يعني قيمة مضافة لاستمرارية الخدمة، قيمة مضافة لاستمرارية الخدمة. لكن هذا يعني لأنهم متحكمين في الوضع من جهة، من جهة التعقيم، من جهة أدوات النظافة، من جهة يعني كل إجراءات الاحترازية اتخذناها في المؤسسة داخل المؤسسة وحتى خارج المؤسسة مع الناس اللي نتعامل معهم. يعني أنتم تضمنون الآن بحد أدنى يعني الخدمة، يعني الخدمة بعدما صرحتم 50% من العمال. لا وهكذا العمال عودوا كما يعني كي نقولوا احنا مثلا نستعملوا حوالي 80 حافلة لنقل المسرحين مثلا او الاطقم الطبيه او العمال، يعني 80 حافله 80 سائق اللي راه دخل عاود العمل عاود استأنف العمل
كاين اكثر، كاين اكثر من 80، لانه مثلا خطوط طويله اكيد اكثر من 500 كيلومتر لابد يكونوا فيها سائقين. يعني هذه من شروط الامن وسلامه المسافر الركاب. نعم، يدخل حتى ضمن مخطط، ضمن اجنده يعني تعمل على تجسيدها. اكيد فيها مخططات اللي احنا يعني نعملوا عليها منذ نشاه المؤسسه. كان هناك اجراءات وتعليمات يعني ما وزارية يعني لازم نتقيدوا بها. نفس يعني الإجراءات نعملوا بها، ونحن كما يقولون نجابوا في الجائحة. سيد بن عزوت، تتفق معي وتوافقني الرأي إن قلت أننا لسنا بحاجة في كل مرة أن نذكر بهذه التدابير الاحترازية والوقائية عند الدخول مثلا داخل الحافلة، لأننا الآن نتعامل مع أطقم طبية، والأطقم الطبية نحيي فيهم تجنيدهم في الصفوف الأولى لمحاربة هذا الوباء. بالنسبة للتعاملنا مع الأطقم الطبية، أكيد يعني الإجراءات الاحترازية هذه خلاص الناس يعني خاصة العمال كما احنا نقولوا خلاص ولفوها، يعني ما ولات يدخل لازم له باسكو السائق لازم له القفازات، لازم له الكمامة، لازم له المعقم، يعني سائل المعقم للجال هذاك، يعني يتخذ كل يعني الإجراءات الاحترازية يعني يطبقها على تم يعني وجه. شكرا جزيلا سيد خليل بن عزوت. تريد أن توجه كلمة في ختام هذا اللقاء الذي جمعنا؟ إنما جمعنا مع ما تقومون به من نشاط وما جندتموه يعني في الميدان من أجل تقديم هذه الخدمة المتواصلة وضمان ديمومتها. والله نقول احنا المسافرين المواطنين الجزائريين اللي راهم يحبوا ينتقلوا ما بين الولايات، يعني استئناف العمل مرهون بمدى وعي الشعب، بمدى وعي المواطن بما يحدث. يعني كل ما يعني تمسكنا ولا كل ما طبقنا الاجراءات الاحترازيه كل ما كانت العوده اسرع. وإن شاء الله نقول إحنا بالتوفيق لكل زملاء وزميلات هنا بالتلفزيون الجزائري، بكل المؤسسات الإعلامية. كما قلت لك إحنا كنا جينا يعني باش نعقموا هنا إدراكا منا بأن الإعلامي أو الصحفي معرض للخطر بحكم عمله واحتكاكه مع المواطنين، مع الأطقم الطبية، مع المرضى. نقول إحنا إن شاء الله ما يكون غير الخير. إن شاء الله ما يكون غير الخير عليكم وعلينا وعلى كل يعني على بلادنا بصفة عامة. سيد خليل بن عزود، مكلف بالاتصال والإعلام بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط، شكرا جزيلا لك على حضورك في البرنامج. والحديث إذن كان بعد عودة هذه المؤسسة إلى الواجهة وإعادة بعثها للنشاط تجندت هي الأخرى من أجل التكفل بنقل الأطقم الطبية والعمال في مختلف المؤسسات الاقتصادية. ما زلنا معكم عبر هذه النافذة الخدماتية. أذكر بأنه اليوم هو اليوم العالمي لمهارات الشباب، سنتوقف عند دور الشباب في الحياة المجتمعية وفي المجموعة الوطنية. اليوم الوطني أيضا للطفل الجزائري مكسب آخر لأطفالنا الذي يوافق 15 جويلية، سنتوقف عندما يقوم به أو ما تقوم به الطفولة من خلال مشاركتها الإبداعية عبر مختلف المنصات والمنابر الإبداعية. نتواصل بعد الفاصل.
نذكر بهذه الومضات، هي ومضات توعية والتحسيس. نتمنى أن تجد الأذان الصاغية عند كل المشاهدين وعند كل المواطنين، لأن ارتداء الأقنعة الواقية أولوية وامتياز صحي يحمينا ويحمي الآخرين. ونتمنى أن نتقيد بهكذا أبجديات. بعد الفاصل ضيف الصباح. وضيفة الصباح في برنامج هذا الصباح السيدة بوكابوس ليلى ملوان، المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. سيدة بوكابوس صباح الخير، مرحبا. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير. الشباب أبان عن هذه القدرات الهائلة جدا وعن هذه الطاقات، كيف تنظرين إليها وأنت مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة؟ والله غير ابدا مداخلة تاعي هذه واقول ان غناء مجتمع هو شبابه، غناء مجتمع هو شبابه. بالنسبة للاقتصاد أو بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة لأي موضوع، شباب اليوم شباب راهو كل يوم يفرحنا، وكل يوم نكتشف فيه هذه الطاقة، نكتشف فيه هذا الإبداع، نكتشف فيه أشياء جميلة 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 جدا. احنا قطاع شباب والرياضة قطاع يرافق هذه الطاقات ويرافق هذه الشباب في شتى الميادين. احنا عندنا دور شباب، أكثر من 2000 دور شباب على المستوى الوطني في كل ناحية، في حتى النواحي البعيدة والمعزولة. يعني هاد دور الشباب، عندنا في دور الشباب دار الشباب، عندنا مؤسسات شباب، منهم دار شباب، منهم بيوت شباب، منهم المخيمات، وكل كل مؤسسة عندها نشاطات فيها مختصة في نشاطات للشاب يروح ويقوم بهذه النشاطات حسب الهواية تاعه ولا حسب ما يحب. كما عندنا في بالنسبة لدور الشباب، دور الشباب هي تعتبر مؤسسات للتنشئة الاجتماعية، يعني حتى وأن الشباب يروح لممارسة نشاطات، لكن هذه النشاطات ما هي إلا وسيلة، هذه الوسيلة تكون وسيلة لتلقين المواطنة، لتلقين الحس المدني. يعني الشاب يروح يدير نشاطات، يكتشف أشياء ويمارس أشياء ويتعلم أشياء، لكن أيضا يتحصل على أشياء أخرى، وهي العيش معا، العمل التطوعي، العمل باش تشوف باللي الشاب لازم له فضاءات. هذه الفضاءات راهي رايحة تسمح له أنه يبرز كل ما منه من طاقات، وكل شاب حسب الأشياء اللي يميل لها وحسب الأشياء اللي يحبها. كيف تتابعون على مستوى الوزارة، أنت مدير العامة للشباب، كيف تتابعون هؤلاء الشباب ومهاراتهم؟ أنا أتحدث عن الظروف العادية. كيف تكون المتابعة؟ نعم، بالنسبة للظروف العادية فيه برامج وفيه نشاطات اللي نقدر نقوله استراتيجيات اللي تخلينا نكتشف هذه المواهب. هذه الاستراتيجيات وهذه البرامج وهذه النشاطات هي المسابقات، هي التظاهرات اللي كل عام وزارة الشباب والرياضة تنظم أكثر من 30 تظاهرة. هذه التظاهرة في شتى الميادين العلمية والثقافية في شتى الميادين، يعني للشاب يكون حاب يساهم فيها. وهذه النشاطات وهذه التظاهرات اللي تخلينا نكتشف هذا الشباب، نكتشفه ويكون الشباب الموهوب، لي جان تالون، هذا الشباب الموهوب يتألق على المستوى الوطني. بما ان هذه التظاهرات وطنية، وكل ولاية تتبنى تظاهرة، لكن تظاهرة وطنية. يعني احنا في البداية، في بداية السنة نقوم بمراسلة مدراء الشباب حتى يقترحوا تظاهرة وموضوع، لكن يكون على المستوى الوطني. يعني غير التظاهرة تكون منظمة في الولاية حتى الشباب. هذه أيضا هدف من أهداف هذا البرنامج، أنه الشباب يكتشف بلاده، يكتشف
يكتشف الولايات يكتشف دونك كل ولايه تنظم تظاهرات. عندنا اللقاء الوطني للفيلم القصير، اللقاء الوطني لمسرح الطفل، مهرجان الغناء، مهرجان الانشوده، مهرجانات علميه، في قلت لك في عده يعني هذا الطابع البيداغوجي، هذا الطابع هذا الطابع البيداغوجي. وهاد اللقاءات فيهم عده نشاطات، فيهم كيفاش نقولوا مؤتمر ماشي مؤتمرات، فيهم ملتقيات، ملتقيات فيهم ملتقيات، فيهم ورشات على 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 النشاط في حد ذاته. يعني هما يروحوا يديروا مسابقات، لكن مع هذا النشاط مع هذه المسابقه يكونوا اعمال ونشاطات اخرى اللي تخليهم يتعلموا اشياء جديده ولا اشياء اخرى على النشاط في حد ذاته. دونك هاد المسابقات ولا هاد التظاهرات كما قلنا تكتشف لنا الشباب الموهوب. الشباب الموهوب هذا اللي نقدروا نقولوا حنايا اللي تالق على 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 اللي تالق في هاد التظاهرات، هذا المرافقه تاعو ديجا الحاجه الاولى اللي نقوم بها، ان هاد الشباب هو اللي يمثل الجزائر في الـ في الـ في الـ في المحافل العالميه. نفس العمل قوتنا نفس العمل في كيما في الرياضه، يعني الشباب والموهوب ولا الرياضي الموهوب ولا الميق هو اللي لا ميم شوز في 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 الشباب. وكل ما راحوا كل ما راحوا شاركوا في هذه الملتقيات ولا في هذه التظاهرات ولا غير كانوا من تحصلوا ايضا على الـ على الـ على المراتب الاولى، كانوا سفراء وخير سفراء. لا سيدة كابوس نعم. اسمحي لي فقط، سنتوقف وسنسافر إلى عاصمة الثورة بشار. ملامح جمالية مرتبطة بهذه الطبيعة الساحرة، أقصد طبعا هذه الكثبان الرملية، وكيف يمكن لشباب الموهوب أن ينطلق من هذه اللوحات الإلهية الطبيعية التي تحيط به ليشكلها في جداريات تسر الناظرين والزائرين لهذه المدينة. روبورتاج من العرش. التعبير عن حب الوطن يأخذ عدة أشكال ويترجم بعدة سلوكات وتصرفات، منها مبادرة قام بها مجموعة شباب غيور على ولاية بشار، وضعوا اليد في اليد لرسم لوحة فنية وسط المدينة تسر الناظرين. بالنسبة للعمل قمت به في ظرف قياسي بمفردي لمدة يومين، قمت بكامل هذا العمل الحمد لله ربي وفقني. بهذا العمل صنعنا على الاقل نقدر نقولوا شمعه من امل. الحمد لله الناس كما نقولوا فرحوا بالعمل هذا، اعطيناهم شرعه امل كما نقولوا كانت تحتاجها. اللوحه الفنيه بعثت في روح المواطنين طاقه ايجابيه كانوا بحاجه لها في ظل الازمه الصحيه التي تعيشها البلاد. ومن جهه اخرى تدعو الى الاقتداء بمثل هذه المبادرات الشبانيه. الواجهه نتاع مرشي كوفير راها فرحتنا بزاف، نظره ونقاوه وان شاء الله فيها امل للداخل، تتنظف الامور ويتنظف المجتمع. وصافي بليزير كي نشوف هاد لي جون يبنترو، وهادو الناس ما شاء الله وراك تعرفيها عنده اليد العاميه يعرفوا يخدموا، وماشي غير هنا راهو بارتو، راهو كان بيدان وكان في كاع يجعلوا في كاع الاحياء تاع بشار يكونوا من هاد الناس. يعني رحنا قلنا للشعب ها هي راهي في يدك، حافظ عليها، تعبنا شقينا ماشي خساره، هذا الواجب نتاعنا والوطن نتاعنا وهذا الشعب نتاعنا. يا جزائر اعطيناك عهدا على ان نبقى صامدون عازمون وللعمل الخير واصلون. هذه طبعا جيد ان نلقى حتى الملامح التراثيه الموجوده في هذه المدينه التي تسخر بتراث وثقافه حيه جدا، ان تسقط في هذه الابداعات الفنيه وفي مهارات الشباب. ونحن نعيش طبعا اليوم الحديث عن اليوم العالمي لمهارات الشباب، نحس بالراحه. ولكن لا اريد سيده بوكابوس ان نربط هذا النشاط وهذه المهاره بهذا الظرف الاستثنائي. صحيح هذا الظرف الاستثنائي ولد قدرات هائله جدا لدى الشباب، ولكن لا يجب ان ننحصرها فقط في هذا الظرف الاستثنائي، كانت موجودة من قبل ويجب أن تصان وتحصن يعني في المستقبل. نعم، هي حقيقة أنه هذا الظرف الاستثنائي خلانا أيضا نفكر في مواصلة العمل مع الشباب. الشباب
لازم علينا نرافقه. كانت الحركة الجمعوية قامت بعمل جبار في هذا الميدان. الحركة الجمعوية هي شريك لقطاع الشباب والرياضة، شريك اللي يعمل يوميا سواء في المؤسسات الشباب أو في العمل خارج مؤسسات الشباب. لكن بالنسبة لهذا الظرف الاستثنائي، يعني وزارة الشباب والرياضة كانت واجب عليها أنها تفكر في عمل مواصلة التكفل بالشباب. كيف كان هذا العمل؟ هو العمل الافتراضي. احنا شفنا باللي هذه الجائحة خلتنا نتعامل عن طريقة افتراضية. هذه الطريقة الافتراضية كنا حبيناها أنها تكون مواصلة للعمل اليومي. أطلقت وزارة الشباب والرياضة دار الشباب الافتراضية. دار الشباب الافتراضية هذه هي كل الخدمات وكل النشاطات وكل البرامج اللي في 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 العادي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دور الشباب، قمنا به عن طريق عمل عن طريق افتراضي. وهذا العمل شفنا باللي الشباب داخل البيت مع كل هذه الاشياء اللي راهو يعيشهم، هذا نقدر نقولوا هذا الكابه. الشباب عنده طاقه، الشباب تقول له يقعد في المنزل ماشي حاجه سهله. احنا حبينا كيفاش حتى في بعض الاحيان مستحيل ان تشل حركه الشباب، يعني هذه هي هو لذا ننصحهم عند الخروج الى للضروره، الى للضروره، للضروره بالتقيد بهذه التدابير. اكزاكتو. احنا واش قلنا خلوه في المنزل ونعطوا له هذا هو الشاب واش يحب يعبر على طاقته، يعبر على موهبته، يعبر على هذا. دار الشباب كانت تقوم بكل النشاطات اللي داخل دور الشباب، يعني على الطريقه افتراضيه. كل ولايه، اذا كيفاش كان العمل، كيفاش نظم العمل، كل ولايه قامت بخلق دار الشباب الافتراضيه. من ولاية أضرار إلى ولاية غليزان، تروح على الموقع الويب تشوف دار شباب افتراضية أضرار، تخرج دار شباب افتراضية بكل نشاطاتها. حتى هذه حاجة مليحة، كل ولاية قامت بنشاطات حسب خصوصية المنطقة. كنت أسألك، كان عندهم الحرية حتى في صياغة البرنامج المرافق؟ نعم، حرية تامة، إلا أنه فيه توجيهات بأن هذه الصفحات يكون فيها العمل اللي يفيد الشباب، يعني فيها تحسيس. في الأول كان تحسيس من خدا حصة الأسد في هذا، كان التحسيس على هذا الوباء. وأيضا نشاطات رياضية، نشاطات مسرحية، نشاطات حتى تلقين دروس في كل النشاطات. يعني دار الشباب رجعت افتراضية، الشاب باش يروح لدار الشباب يقوم بهذه النشاطات، النشاطات هي اللي تدخل للبيت. وحتى كانت هذه النشاطات خلات العائلة كلها تساهم. وكان الشطر الثاني هو المسابقات اللي كما قلت لك حتى نكتشف هذه المواهب. كانت المسابقات تدخل للمنزل وهذا الشاب يقوم بمسابقة في عدة ميادين. في السينما مثلا؟ في السينما فيديو على أفلام صغيرة، يعني قصيرة ولا في كل مساهمات، يعني مساهمات في الرسم، حتى في الجداريات. أنا نشوف الجداريات، حتى في الجداريات رسموا جداريات، في كاين حتى في المنزل تاعو في الـ في الـ في الـ في البستان حكم حيط ودار جداريه صغيره. وبعدها من يملك ساحات هذه ساحات في بيوتهم، حتى كاين اللي في الحي، كيما راني نشوف خرجوا بكمامات وداروا جداريات. باش نقول لك باللي احنا كان الهدف انه الشاب يواصل حياته اليوميه بصفة عادية، لكن احنا حبيناها تكون بصفة عادية. يلو كان من ناحية النفسانية، الشاب اللي حاب يدير نشاط يروح ويدير نشاط على طريقة افتراضية. وبمناسبة عيد الاستقلال والشباب قمنا بمسابقة كبرى
كل النشاطات فيها. شعار ديالها هو أفجر طاقتي وأعبر عن موهبتي، وهذه كانت هذا الشعار كان حتى يخلي الشاب يحس باللي هذا العمل اللي راح يقوم به هو صحيح، يبرز موهبته، تفجير هذه الطاقة اللي راهي فيه. احنا رانا عارفين باللي راهو في المنزل، لكن طاقة كبيرة راهي فيه وراهو حب. ممكن حتى أن نستغلها كما نستغل هذه الطاقات وهذه المؤهلات في مجالات عديدة ومتعددة. نعم. أشير طبعا إلى هذا الجانب السينمائي، نعرف بأن للسينما الجزائرية روادها، وهذا منذ حتى بدايات وميلاد السينما الجزائرية، ويعني لا أقول ميلاد ولكن بنشاطها هذا المبدئي والأولي للسينما الجزائرية تاريخ يعتز بها الآن الأبناء ويعتز بها الشباب المبدع في مجالات السينما. سيدة بوكابوس، سنستضيف أحد المخرجين السينمائيين وحتى أضعك وأضع كل المشاهدين في إطار هذا الاتصال الهاتفي، طبعا يندرج ضمن البرنامج الافتراضي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي كل يوم وكل يوم سبت واثنين، تقترح على جمهورها الكريم أفلام قصيرة، ومن بين هذه الأفلام القصيرة المبرمجة على منصة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي فيلم ليتل فاملي أو العائلة الصغيرة للمخرج الشاب إسلام قروي وتمثيل نوال زد مهدي نباش ورشاد داود. أحداث الفيلم تدور حول سامية التي ترملت منذ 5 سنوات لتنقلب حياتها رأسا على عقب عندما تتلقى خطابا من زوجها المفقود الذي يطلب منها أن تلعب لعبة للحصول على فرصة ولرؤية ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات. هذه مجريات الفيلم، وأستضيف المخرج السينمائي الموهوب الشاب إسلام قروي. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير، لا وش رايك؟ لا بس الحمد لله. اسلام اسمح لي يعني سبقتك واعطيت لمحه هكذا وفكره على هذا الفيلم واحداث على هذا الفيلم، نريد ان نتعرف عليك عن قرب. اسلام، من هو اسلام قروي؟ اسلام قروي شاب في عمري 30 سنه، انا مخرج سيناريست ومونتر أوتوديداكت، يعني تعلمت وحدي، وعندي 10 سنوات وأنا ندير أفلام قصيرة الآن. وش قريت يعني ما عنده حتى علاقة مع 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 السينما، قريت كثير موارد بشرية واخترت هذا الدومين هذايا لأنه كبرت فيه، وسينما هذا ملي كنت صغير وأنا نشوف أفلام يعني وليت نمارس مع الوقت الإخراج السينمائي. نعم. إسلام، هذا الفيلم الوحيد في ريبرتوارك أو كان عندك بدايات يعني في هذا المجال؟ عندي 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 12 فيلم قصير اللي ما شاء الله شاركت بهم، اللي شاركت بهم في فيستيفال مهرجانات يعني ناسيونال وانترناسيونال في الجزائر والخارج. توجت في منصات إسلام من قبل؟ نعم. توجت في منصات، ديت جوائز في هذه المسابقات اللي شاركت فيها؟ نعم 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 نعم، ديت جائزة في الليا في عنابة وفي تونس. ماذا أضافت لمسارك إسلام؟ يعني بالنسبة للمهرجانات الجوائز والتتويجات في هذه المسابقات. أنا يعني الجوائز هي يعني مجرد سيجيسي موتيفاسيون، سمحوا لي يعني تحفيز، يعني كلمة نستعملهم بالفرنسية موتيفاسيون برك، وهي الأكثر كي تروح المهرجانات هي لي رونكونتر، يعني كي تتلاقى مع ناس تاع الميدان وتتعرف عليهم ودير علاقات معهم، لانه الدومين هذا تاع السينما لازم يكون عندك علاقات مع ناس تاع الدومين تاع السينما، مش منها تتعلم منهم وتخدم معهم، ويعني يعني لان السينما في الدومين هذا
سي ان مومنت تاع ايكيب يعني تخدم تقدرش دير فيلم وحدك لازم لك فريق اللي يخدم اللي يحكم لك الصون لازم لك اللي يكتب لك السيناريو لازم لك لاسيستون ايتترا ايتترا المهرجانات سي بوكو بلوس لي رونكونتر اللي درتهم اللي ساعدوني كولي تري اللي تربحهم ولا هذيك يعني موتيفاسيون برك تحفيز يعني على من تعتمد أنت تتحدث الآن عن هذا العمل في فريق وعلى من تعتمد في تجسيد الأدوار أنا ذكرت مجموعة من الممثلين نوال زدام مهدي نباش ورشا داود في هذا الفيلم الذي تعرضه على منصة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مشكورة على النشاط الذي تقوم به وهذا النشاط طبعا الذي تقوم به الوكالة افتراضيا على من تعتمد يعني في تجسيد الأدوار كان لو كاستينغ اللي نديرو انا يعني نقدر نقولو شويه سبيسيال لانه انا نشوف لي زاكتور في لي فيلم ولا في المسلسلات ومن بعد نتصل بهم ونتلاقى بهم كي نتلاقى بهم سي بلوس الحوار هذاك اللي يكون بيناتنا تما اللي نشوف اذكار زاكتور نتحققوا في الفيلم تاعي ولا انا ما نعطيلوش يعني انت تقراه ويلعبوك باش سي بلوس كي كومينيكي مع الاتصال يكون بيناتنا هذاك كما كي نعرف اسكاد لاكتر نقدر نجيبو الفيلم تاعي ولا لا اسلام اسالك عاده يعني ما المخرجين في الافلام القصيره نلقاهم حتى هم ممثلين يعني في الافلام القصيره هل تجربتك تختصر فقط او تختزل فقط الاخراج او انك شاركت وسبق وان شاركت تمثيلا في هذه الاعمال التي تقدمها لا ما شاركش تمثيل قلت لك انا اخراج وسيناريو لانه الافلام القصيره اللي درتهم كاع انا كتبتهم وكاع انا درت لهم المونتاج تاعهم يعني طيب قبل أن أودعك إسلام ما الفيلم القصير هذا مبرمج ليتل فاملي على المنصة الخاصة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي حديثني كيف تم الاتصال بك من طرف الوكالة للمساهمة في هذا النشاط هي في الحقيقة يعني مع الوباء هذا تاع الكورونا كريو بزاف لي فيستيفال فيرتوال يعني على الفيسبوك و لي ريزو سوسيو اون جينيرال تماك شاركت في مهرجان فيرتوال تاع السينما الجزائر اللي هو فيستيفال انترناسيونال فيرتوال بلجيك الله اعلم تماك شافوا الفيلم تاعي و يعني عيطوا لي على المنصة تاع الوكالة شكرا جزيلا لك إسلام أسألك ربما آخر سؤال من هو ملهمك أنا قدمتك في البداية قلت أن السينما الجزائرية غنية بالعديد من الأسماء الفنية سواء إخراجا أو تمثيلا من هو ملهمك أنت من تراه مثلا أو قدوة في المجال السينمائي في الجزائر طبعا الجزائر ممكن جعفر قاسم نعم ممكن جعفر قاسم جعفر قاسم مخرج مميز ومتميز نحييه من خلال برنامج هذا الصباح شكرا جزيلا لك إسلام قروية المخرج السينمائي الواعد جيد جدا أن نسمع هذا الاهتمام خاصة يعني في المجال السينمائي لأنه توجه الشباب أغلب الشباب اليوم يتوجهون الأعمال السينمائية في مجال الأفلام القصيرة وشيء الجميل أنها يعني هذه المشاركة يعني سواء وطنية أو دولية فمنصات يعني تعنى بالمجال السينمائي نعم تقييمك مثلا أنت تسمعين عن نعم إسلام ونسمع عن آخرين آخرين إحنا نعرفوا باللي درك الشباب يستعمل الوسائل الحديثة والسينما يعتبر راهو في تطور وفي في حركة وحتى بالنسبة للتقنيات تقنيات السينما راهي تتطور والشباب اليوم نشوفوه يرغب كثيرا في كل التقنيات الجديدة والتقنيات الحديثة
وكل ما هو جديد وكل ما هو تكنولوجيا وكل ما هو هذا شيء مليح. الرقمنة غيرت عالمنا يعني أصبحنا قرية صغيرة. كيف اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة في هذا الظرف الاستثنائي؟ أريد أن تكلمينا حتى عن المنتدى الرقمي للشباب الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، هذه المنصة التفاعلية مع الشباب. شكرا. بالنسبة لهذه المنصة، احنا وزارة الشباب والرياضة هي في صدد القيام بالمخطط الوطني للشباب. هذا المخطط الوطني للشباب هو عمل تكاتف الجهود وكل جهود القطاعات. احنا نعرفوا بالقطاعات تقوم بعدة قطاعات تتكفل بالشباب. عندنا عدة قطاعات، وإلى ما قلتش كل القطاعات، لكن كاين قطاعات عندها أولوية للتكفل بالشباب، وهذه القطاعات تعمل نقدر نقولوا كل قطاع يعمل وحده. وحنا نشوفوا حتى ولا فيه استراتيجيات وفيه سياسات، لكن ما نشوفوش المردودية تاع هذا العمل، النتيجة. لهذا وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الوزير الأول راح تقوم في صدد القيام بالمخطط الوطني للشباب، أين راح يكونوا يتلاقوا تقريبا 20 قطاع يتكفل بقضايا الشباب، للعمل على مخطط متجانس، مخطط متكامل، ومخطط يعمل في اتجاه واحد وهو التكفل بالشباب، مرافقة الشباب، وأيضا يكون الشباب هو العامل الأساسي. يعني هذا نعود نولوا للسؤال ديالك، هضرت لي على المنتدى الرقمي للشباب. المنتدى الرقمي هذا هي مشاركة الشباب في هذا المخطط وفي كل قضاياه. يعني هذا المنتدى هل سيكون أرضية لهذا المخطط الذي أنتم بصدد التحضير له؟ هو أرضية، يعني أرضية هذا المخطط فيه نقدر نقول جانبين، العمل ما بين القطاع، جانب يتكفل بالعمل ما بين القطاعات، لكن أيضا جانب مشاركة الشباب في هذا العمل، حتى الشباب يقوم بإعطاء رأي وإعطاء كل الأشياء اللي رايحة تتري هذا العمل ما بين القطاعات، بما أن هذا المخطط راح يكون إلا للتكفل بقضايا الشباب، قضايا الشغل، قضايا السكن، قضايا الشباب. يتحدثون ضمن هذا المنتدى الرقمي التفاعلي للشباب الذي أسست له وزارة الشباب والرياضة لتكون أرضية لهذا المخطط الوطني الذي يعنى بالشباب. هذه الإبداعات سنسمعها وموجودة على منصتكم، منصة وزارة الشباب والرياضة، نسمع لهذه الإبداعات. الجزائر راهي احتاجتنا وناداتنا. انتوما احنا 70% اللي راهي علينا معولة. عدونا هذا المرة ما يبانش وما يرحمش وحتى انه ما يفرقش. الفيروس مازال ما راحش. احمي نفسك واهلك، سلاحي هو سلاحك، والحيطة والحذر من جاتك، وعينا يحمينا. وبارتداء القناع نكونوا درنا اللي علينا. كاي الناس سبلت نفسها، وكاي الناس الله يرحمها. يلا يلا نبينوا حبنا لبلادنا، الجزائر أمنا، رهاناتنا. الإبداع طبعا يخص إنجاز ومضة تحسيسية، ومضة تحسيسية تتكلمون في عن ضرورة ارتداء الأقنعة الواقية الذي أعدته المديرية العامة للشباب وزارة. هذا العمل هو عمل قام به مجموعة من الشباب. هذا العمل شفنا في الآونة الأخيرة الوباء ينتشر،
وشيء اللي لاحظناه نتأسف عليه أنه الشباب ما يرتديش القناع. احنا شفنا في المشي كلهم بما أن الحركة الحركة الجمعوية هي راهي قائمة بالتحسيس وقائمة وهي شباب الحركة الجمعوية، لكن بعض الشباب لك ما التمسوش هاد الخاطر. ما احنا قلنا الشباب هو اللي خاطب الشباب، حتى الشباب نحسوا الشباب هو. وكانت فكرة هذه الومضة الإشهارية وين الشباب، حتى بالنسبة للعمل تشوف باللي الشاب هو اللي يمد الكمامة ولا القناع للشاب ويحسس في الحي، يعني حتى في بعض الأحيان الشباب يشوف باللي كي راهو في الحي دياله راهو ما, 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 ما عندوش ما راش خاطر على نفسه وعلى الناس. درنا هذا العمل، وهذا أيضا نوع من حق المشاركة للشباب. الشباب عنده الحق في أنه يشارك في كل أعمال البلد وفي كل أعمال اللي تقوم بها الحكومة ولا اللي تقوم بها الحركة الجمعوية، يعني أنه الشباب عنده هذا الحق أن يصل يعني بهذا الدور الريادي هذا الدور الريادي، وهذا حتى هو يحس بالمسؤولية كي تطيله هذا العمل تطيله أنه يقوم بعمل كما هذا، يحس بلي أنه هو عنده مسؤولية أيضا في 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 العمل في العمل الاجتماعي ولا العمل للمجتمع بصفة عامة. يعني والشباب وتوافقني بأن المسؤولية اليوم هي مسؤولية ثقيلة، مشاركة الشباب يعني في الحياة العامة ككل يعني في الحياة المجتمعية. يدعوني أيضا للحديث عن مشاركة الشباب في أرضية الاستماع التي جسدتها وزارة الشباب والرياضة في المشروع التمهيدي للدستور، يعني عندما قدم هذه الاقتراحات وكان السيد وزير الشباب والرياضة استقبلهم استقبل مجموعة مجموعة من الشباب مجموعة من الشباب يمثلون الحركة الجمعوية من عدة ولايات اللي تقدموا وطلبوا أنهم يقدموا هذا الاقتراح في برنامج مخطط الوطني للشباب وفي مسودة الدستور. وكان وزير الشباب والرياضة حضر وجوز معهم قريب ثلاث ساعات، وكل هاد الشباب تكلم كان جمعوية ككل يعني. نعم تكلموا، كل شاب كان يمثل جمعية ويمثل ميدان معين، مثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فئة البطالين، يعني كل ومازال فيه بعض الشباب. يعني وزارة الشباب والرياضة والسيد الوزير متقبل كل اقتراح تقوم به وسط. نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدة بوكابوس ليلى ملوان، أنت المدير العام لشباب وزارة الشباب والرياضة. وذكر كل المشاهدين بأننا نربط هذه اللقاءات اليوم باليوم العالمي لمهارات الشباب، وأيضا كل ما سيرد يعني لاحقا أنه فيه بلاطو خاص بمناسبة اليوم الوطني للطفل الجزائر. أشكرك جزيلا الشكر سيدتي مرة أخرى. تكلمنا أن جائحة كورونا دفعت الشباب للإبداع، هذا ما يرصده الروبورتاج التالي في برنامج هذا الصباح. الشباب الذين ثابروا من أجل إيجاد وسيلة تقي وتقلل من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، خدموا الديستريبيتور هذا عن طريق بيدال، والحمد لله نجحنا في الأمر هذا. وإحنا ماذا بينا نوزعوا هذوما نوزعوهم المستشفيات والمؤسسات العمومية والخاصة، ونطلبوا منهم يسمحوا لنا، نطلبوا يعطونا رخصة باش نقدروا ما نتعداوش مشاكل، ما يكونش عندنا مشاكل باش نسربيهم. هذه الوسيلة متمثلة في جهاز خاص بالسوائل المعقمة التي تعتمد على عدم لمس الجهاز بالأيدي، وهو ما من شأنه الحد من انتشار هذه الجائحة. بمتابرة الشاب كما شفنا وتدعيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قدر هذا الشاب المستثمر يحقق المشروع على أرض الواقع، والمتمثل في صناعة مختلف الآلات الحديدية والنحاسية، وفي إطار مختلف المبادرات التي تقوم بها المؤسسات المصغرة لخلق تضامن وتلاحم في إطار الكوفيد 19 في هذه الحالة اللي رانا نعيشوها، قام هذا المستثمر بإبداع فكرة وهي صناعة آلة موزعات الجل الكحولي بدون لمس. احنا نطلبوا من السلطات ونطلبوا من المسؤولين باش يوفروا لنا على الأقل مساحة أرض
مساحة أرض باش نقدروا نتأقلموا في في المومو هذا. نقدر ندخل مينيموم حتى 20 خدام، هذا مينيموم. بصح في الوقت اللي أنا فيه والظروف اللي أنا عايش فيها ما تسمحليش أنا باش نقدر نزيد فوق خدامين. بادرة إيجابية في مواجهة السلبيات التي تحاصر الناس وتكاد تفقد الأمل فيهم في إمكانية تفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد. إبداعات ومؤهلات طبعا تستحق كل التحية وتستحق كل التقدير. والشيء الجميل في هؤلاء الشباب أنهم ينخرطون في تعبئة جماهيرية شعبية عبر كامل التراب الوطني العزيز، عبر كامل هذه الفقرات والأركان القارة في البرنامج. إطلالة متميزة لوجه بشوش وجميل فتحي يعقوب بعد الفاصل. فتحي يقدم لنا حصاد لأخبار الصحف آخر المستجدات الوطنية والدولية. صباح الخير فتحي. مرحبا. صباح النور محمد، شكرا جزيلا على المجاملة وعلى الدعم النفسي. ليس من باب المجاملة، شكرا جزيلا محمد، شكرا جزيلا. يجب أن نهدي لكل واحد ما يستحق، وأنت تستحق كصفات محمد. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المتجدد أخبار الصحف. الجزائر ستشهد ثورة اقتصادية، عنوان مقال تحليلي نشرته صحيفة الحوار في عددها الصادر نهار اليوم. وكتبت الجريدة: ثمن خبراء اقتصاديون القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سبيل تنشيط الحياة الاقتصادية، مؤكدين أنه في حال تجسيدها ستشهد الجزائر ثورة اقتصادية غير مسبوقة. والمقال كاملا مشاهدينا الكرام تقرؤونه في الصفحة الخامسة من يومية الحوار. بالبنط العريض عنونت صحيفة الخبر: نص قانوني لتعزيز منظومة حماية مستخدمي الصحة. وجاء في المقال الذي نشرته الخبر نقلا عن بيان لمصالح الوزير الأول: قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري بنص قانون يضاف إلى النصوص التي تكرسها قوانين الجمهورية. والمقال كاملا تقرؤونه في الصفحة الأخيرة من جريدة الخبر. بموجب مذكرة أصدرتها وزارة العدل، عقوبات صارمة للمعتدين على الجيش الأبيض. والخبر سلطت عليه الضوء صحيفة المشوار السياسي. وحسب ما أوردته الجريدة فإن المذكرة تضمنت تعليمات بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، تؤكد المشوار السياسي في صفحتها الثالثة. الإبقاء على شعيرة أضحية العيد مع توفير الإجراءات الوقائية، الخبر نشرته يومية البلاد في عددها الصادر نهار اليوم. وفق ما أوردته البلاد فإن لجنة الفتوى أكدت أن أضحية العيد سنة مؤكدة، وأن تطبيقها يجب أن يكون في ظروف تحفظ الصحة العمومية ولا تلحق الضرر بالنفس الإنسانية، تنقل يومية البلاد. نحو إعداد تعليمات خاصة للتكفل بالأطفال المصابين بكورونا، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الجزائر. وأوضحت الجزائر أنه حسب ما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، فإن التعليمة المرتقبة تتمحور حول تنظيم إدارة كوفيد لدى كافة المؤسسات الاستشفائية، وتشرف على إعدادها اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تطورات فيروس كورونا في الجزائر. 43 طنا من المنتجات الغذائية موجهة إلى ولاية الصيف. بالبنط العريض كتبت صحيفة ليكسبريسيون. وجاء في المقال أن وزارة التجارة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري أشرفت على قافلة تضامنية تحمل 43 طنا من المواد الغذائية إلى ولاية الصيف. وقالت ليكسبريسيون أن القافلة تأتي في إطار الجهود الوطنية للتضامن في مواجهة انتشار وباء كورونا في الجزائر. إنتاج 2 مليون قناع صحي في الشهر من نوع FFP2 قريبا، ميديليبغ في عددها الصادر نهار اليوم.
وقال التأميدي ليبغ أن متعاملين اثنين من ولاية بومرداس والعاصمة سيشرعان في إنتاج مليوني قناع صحي شهريا من صنف FFP2 ذي المقاييس الأوروبية حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر مسؤول في وزارة الصناعة الصيدلانية تكتب الجريدة في صفحتها الثانية. أخبارنا الوطنية مشاهدينا الكرام نختمها بالخبر الرياضي. الفاف تعلن اليوم عن تأجيل الموسم الكروي تحت هذا العنوان كتبت جريدة المحور. وقالت الصحيفة يرتقب أن تعلن اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تأجيل الموسم الكروي بعدما تأكدت استحالة العودة في الوقت الراهن حسب ما جاء في توصيات وزارة الشباب والرياضة كتبت المحور. أخبار العالم مشاهدينا الكرام لا تزال تتصدرها أخبار كورونا. الديلي ميل البريطانية قالت أن المملكة المتحدة سجلت 138 حالة وفاة، وبالرغم من استمرار عدد الوفيات في النزول إلا أن البلاد وحسب الديلي ميل لا تزال تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة مقارنة بالأسبوع الفارط. وبالأمل مشاهدينا الكرام نختم أخبارنا لنهار اليوم، حيث نشرت صحيفة القدس العربي مقالا تحت عنوان أمريكا نتائج المرحلة الأولى تثبت أن لقاح كورونا من شركة موديرنا آمن ويحفز الاستجابة المناعية. وفق ما نقلته القدس العربي فقد أفاد باحثون أمريكيون أن اللقاح أثار استجابة لدى جميع المتطوعين والبالغ عددهم 45 والدراسة لا تزال مستمرة. كان هذا آخر خبر معنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم في قابل الأيام بإذن الله. عودة إليك محمد لاستكمال ما تبقى من أركان هذا العدد. شكرا جزيلا لك فتحي. حقيبة أخبار الصحف الوطنية، قراءة سريعة لما ورد في الصحف الوطنية والدولية من خلال هذه الإطلالة اليومية المتجددة. ذكرته في مقدمة البرنامج بأنه سفر على متن طيات متنوعة إخبارية إعلامية وخدماتية. بشعار الطفولة مهد المسؤولية سنلج الحديث طبعا عن اليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف 15 جويلية من كل عام، وتقيمه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بعد الفاصل ضيف الصباح. ضيف الصباح سيد رحيم جمال إطار بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. سيد رحيم صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سيدي بارك الله فيك على استضافتكم. مرحبا. الطفولة مهد المسؤولية. مهد المسؤولية، كيف يترجم هذا الشعار ونحن اليوم في اليوم الوطني للطفل الجزائري؟ فعلا هذا يجسد النظرة الجديدة للسلطات العليا في البلاد، وبترسيخ من السيدة وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أردنا أن يكون الاحتفال لهذه السنة أن الطفل هو اللي يعني في إطار المشعل، تسليم مشعل لهذه الطفولة، لأن الطفولة هي مسؤولة، هم الأطفال هم رجال الغد، وبالتالي رجال الغد هذو هم راح يكونوا مسؤولين على قيادة هذه البلاد. إذن أردنا أن يكون الاحتفال هو إعطاء الفرصة للأطفال للتعرف عن مختلف آليات
النظام الموجود حاليا في إطار مجلس الشعبية البلدية، البرلمان، مجلس الأمة، الكيفية اللي تسير بها يعني الدولة والدواليب بالحكم. إذن إعطاء هذا الفكرة للأطفال يخليهم يفكروا أكثر، يحاولوا أنهم يتقمصوا بعض يعني الأفكار، بعض الأوجه السياسية اللي تخليهم يكون عندهم حافز اللي يخلينا نكتشفوا ليليت يعني الأطفال اللي يكون عندهم ميول كثيرة للجانب الجوانب السياسية، وفي إطار تكوين كذلك تكوين كمسؤولين رجال الغد. إذن هذا هو الهدف، هو إعطاء يعني نظرة جديدة للكيفية التي ينظر إليها للطفل، لأنه أطفال اليوم هم رجال الغد، هم مسؤولي الغد كذلك. إذن هذه هي الفكرة اللي أردنا من خلال الاحتفالات اللي يعني أشرفت عليها سيدة الوزيرة مع طاقم حكومي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، أردناها أن تكون يعني انطلاقة حول بناء الجزائر الجديدة. إذن هذا هو هذا الشعار تاعنا اللي كان ترجمة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للطفولة. الاحتفال هو بالطفولة ككل، واحتفال أيضا بهذا المكسب الذي تعززت به نحن، المكسب الذي تعززت به منظومة حماية الطفولة في الجزائر بما فيها استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ومن ثم استحداث يوم وطني يوافق يوم ميلاد هذه الهيئة 15 جويلية، وصدور حتى قانون خاص يعني لحماية الطفولة في 15 جويلية. إذن فعلا لأنه الجزائر كباقي دول العالم اللي تنخرط في إطار المنظمة العالمية لحقوق الطفل، هو إعطاء كل أطفال الجزائر نفس الفرص في التطور، نفس التطور، نفس الفرص في العيش يعني الكريم، في توفير التعليم، فرص التعليم، الصحة، يعني كل هذه تدخل في إطار بناء شخصية الطفل، حتى في إطار الميكانيزمات اللي يوضعها قطاع التضامن الوطني للأسرة وقضايا المرأة في التكفل بالفئات الهشة وبالعائلات يعني ذوي الدخل الضعيف، تدخل كذلك في إطار توفير للطفل، لأنه بالتكفل بالأسرة، بالتكفل بالعائلة، بالتكفل برب الأسرة، نتكفله كذلك في نفس الإطار بالأطفال، وهذا يعني يدخل ضمن استراتيجية قطاع التضامن الوطني للأسرة. نحاول دائما أنه إعطاء الطفل أكبر فرص ممكنة، سواء في إطار إصلاح المنظومة الموجودة حاليا، لأنه المجتمع يتطور وبالتالي الرزنامة لازم تتطور كذلك، ما نبقاوش في نفس يعني القرارات والمراسيم اللي سيرت الطفولة في التسعينات، ما تكونش هي نفسها تغيرت لأنه فيه تطور سريع، سواء في إطار يعني التكنولوجيا الحديثة وما طورته من أساليب، سواء في إطار التعليم، سواء في إطار التكفل النفسي التربوي بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسساتنا، في المؤسسات التربوية المفتوحة. إذن كل هذا يخلينا اليوم أننا يعني نحاول نكيف بتأمل وتكييف الأشياء، لأنه لا مجال للضعفاء في عالم يتطور يعني بسرعة وبسرعة كبيرة. إذن على هذه كان هذا الشعار، حاولنا أننا نعطي بصيص أمل على أنه الجزائر إن شاء الله جزائر مازالها بخير، جزائر بأطفالها فتية كذلك، جزائر حتى في هذا الآونة اللي رانا نعيشه في جائحة كورونا لنا أمل كبير، على أساس أنه الأطفال هما اللي يقدروا في العائلات يحركوا قضية الوقاية، قضية الحماية من فيروس كورونا، لأنه الأطفال نايسون يعني حيويين كثيرين، وهما اللي يخلقوا هذه الحيوية ويخلقوا هذاك الجو اللي مفعم بالحيوية في الأسر وفي المجتمع. في الأسر وفي المجتمع. سيد رحيم، فقط هكذا باختصار عن تجربة البرلمان العربي، كيف استطعنا أن كما يقال يعني أن ننصب أطفالنا على مستوى هذا البرلمان العربي، قبل أن أستضيف سارة بوشامة من بدنا على ما أعتقد محمد. إيه ما شاء الله. نعم. إذن هذه لبنة في إطار إعطاء الطفل أكبر فرص للاحتكاك، يعني حتى إذا كان هذه راح تكون بادرة في إطار البرلمان العالمي، لماذا لا؟ والجزائريين الأطفالنا الله يبارك يقدروا. كم عدد الأطفال على مستوى البرلمان العربي سيد رحيم؟ عدد الأطفال والله بتحضر، ولكن بشرى ممكن أنها عندها سارة بوشامة. سارة صباح الخير، مرحبا. صباح الخير،
صباح الخير. تحية لك من قلب إلى قلوبكم، وكل عام وأنتم بخير، أنتم تحتفلون بيومكم الوطني سارة. شكرا جزيلا لك. شكرا سارة. ضعينا في صورة ما كان يذكره السيد رحيم قبل لحظات، يقول بأن البرلمان العربي تجربة ممكن أن يستفيد بها أبناؤنا وطفولتنا على العموم. كيف استفدت سارة، وكيف لازلت تستفيدين من البرلمان العربي وتجربة البرلمان العربي؟ أولا بداية لابد أن أعيد تهنئة كل أطفال الجزائر، كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للبرلمان العربي للطفل كان تجربة فريدة من نوعها، لأنه شارك وساهم في وضع الطفل العربي ليشارك في صنع القرار ويعالج قضاياه بمفرده. إضافة إلى أننا حين سافرنا إلى إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة خلطنا كل العرب، كل أطفال العرب، واكتسبنا خبرات ومهارات هائلة والتي نحاول الآن أن نطبقها في جزائرنا الحبيبة. قبل أن نتحدث كيف يمكن أن يكون في إسقاط، يعني كيف تطبقون ما أخذتموه ضمن هذه تجربة البرلمان العربي، أسألك كم عمرك سارة؟ أنا عمري 17 سنة، طالبة في السنة الثانية من التعليم الثانوي. الله يبارك. شحال معدل تاعك على المستوى؟ معدلي في الثلاثي الثاني كان 19.79. ما شاء الله، يعني 19.79. العدد تاع الأطفال. نعم، كم عددكم يعني الجزائريين الموجودين على مستوى البرلمان العربي؟ كل دولة هي ترشح 4 أطفال، يعني ولدان وبنتان. أها. واحنا رشحنا يعني خيرة أبنائنا، يعني ما شاء الله تميز على مستوى في المستوى الدراسي وحتى تميز يعني في النشاط عدد الدراسة. بماذا تهتم يعني سارة بوشامة؟ أنا شخصيا أهتم بنشاط الجمعوي مع الأطفال، إضافة إلى أني شغوفة بالمطالعة، لذلك لأني أؤمن بأن المطالعة هي أساس بناء أي حضارة، قمت ببناء جمعية صغيرة للأطفال من أجل تدريبهم على أسس القراءة الصحيحة، إضافة أني على المستوى الشخصي أهتم جدا بالبرمجة واللغات، لذلك أحاول تعلمها بنفسي وتطوير مهاراتي لأتطور أكثر وأكثر. كم عدد اللغات التي تجيدينها سارة؟ أنا أجيد الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى أني أتعلم الإسبانية. ممتاز جدا، يعني مسألة اللغات مسألة مهمة حتى نطلع على هذا التقدم الكبير جدا يعني في العالم، وكيف يمكن أن تكون اللغة رافدا من روافد حتى الاتصال. كيف كانت حلقة الاتصال بينك وبين الأطفال يعني من مختلف الدول العربية المشاركين في البرلمان العربي؟ هو في الواقع كانت تجربة رائعة، لأنه أنا في حياتي لم ألتقي بأطفال عرب، ولكن التقينا وتعرفنا وكأننا أصبحنا من بلد واحد، وهو بالفعل لأن الوطن العربي واحد والحدود فقط هي من فرقتنا. لذلك اكتسبنا خبرات من بعضنا، تعرفنا على قضايا الطفل في كل دولة عربية وما يحتاجه، قمنا برفع توصيات لجامعة الدول العربية من أجل أن تحل مشاكل الأطفال ويتم تفعيل الحلول التي اقترحناها في كل الدول العربية. هذه الإسهامات أو هذه الاقتراحات كانت بصورة فردية أو كانت بصورة جماعية؟ يعني كما قلت إحنا 4 أطفال يعني مثل الجزائر، أنتم بس ما 4 أطفال رفعتوا هذه التوصيات وهذه الإسهامات؟ في البرلمان العربي للطفل كل يقترح ما يراه مناسبا، يعني كما البرلمانات العادية تماما، كل شخص يدلي بدلوه، يقوم بطرح الآراء وآرائه والحلول التي يراها مناسبة، ومن ثم تلك الحلول ترفع لجميع الدول العربية. هو المشاركة تكون فردية، يعني كل شخص يشارك بمفرده. سارة كيف تنظرين أنت الآن إلى الطفولة، إلى ما يحيط بكم طبعا على سبيل دعمكم وتحفيزكم وتشجيعكم على المستوى الفردي، يعني أنا نقول الأسرة مثلا الأبوين والمجتمع ككل؟ أنا أولا الحمد لله ما وصلت إليه كان بفضل، أولا لابد الثقة بالله والرضا والقناعة، ثانيا أكيد هو دعم الوالدين لي. المجتمع لم أرى منه دعما
المجتمع تحديدا لم يكن سوى يحاول التحطيم تقريبا. أنا بفضل والدي ما زلت متماسكة وما زلت أحاول أن أنجز، لكن في المجتمع يعني ألا تحاولين أن تغرسي ألا تحاولين أنت أن تغرسي أن في هذا المجتمع ضرورة مساعدتك ومرافقتك؟ هو صعب تغيير العقليات، لأنه الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لذلك صعب أنا أن أغير عقلياتهم، ولكن أحاول قدر الإمكان أن أزرع روح الدعم في هذا المجتمع. نعم. لكن الأمر صعب سيكون. أمر صعب ولكن سيكون عندما نقتنع، يعني المسألة مسألة إرادة، وعندما نقتنع سننجح. هل نجحت أنت في إيصال، حتى ونحن نتحدث في مسألة اتصالك بالمجتمع، نجحت مثلا في هذا الظرف الاستثنائي، هذا الظرف الراهن المرتبط بضرورة يعني التقيد والتدابير الوقائية الخاصة بكوفيد 19، كيف وظفت هذا يعني هذه القدرة على الاتصال في مسألة التوعية والتحسيس؟ قمنا مؤخرا، يعني آخر ما قمنا به في البرلمان العربي للطفل، أننا قمنا بتصوير فيديوهات من بيوتنا والتي ننصح فيها ونقدم فيها النصائح للأطفال، خصوصا لأنها هي الشريحة التي نهتم بها، من أجل أن يبقوا في بيوتهم ويحاولوا استغلال كل طاقاتهم في تطوير أنفسهم وتطوير مهاراتهم. وقد كانت لهذه الفيديوهات صيت كبير الحمد لله. آخر سؤال ربما صار، كيف ينظرون إليك؟ يعني مثلا أنت الآن عضو في البرلمان العربي، جيرانك مثلا، أقاربك، لا أعلم يعني كيف. هو زملائي دائما ينظرون إلي لا أقول كقدوة، ولكن هناك يعني كمثل أعلى، ويحاولون أن يقوموا بما قمت أنا الحمد لله، يعني كله من فضل ربي. أنت راضية بما قدمت على مستوى البرلمان العربي في هذه التجربة؟ الحمد لله جد راضية على ما قدمت في البرلمان العربي، ولكن ما زال هناك جلسة قادمة سنقدم فيها أفضل، ونحرص على تمثيل بلادنا أحسن تمثيل، إضافة إلى أني لن أتوقف هنا، أكيد ما زال أمامي الكثير من العمل من أجل ترقية الطفولة، وسأحاول جاهدة من أجل ذلك. أنتم سواعد الغد، أنتم سنحتاج إليكم يعني في المستقبل، أنتم سترفعون تحدي للبناء دائما، بناء الجزائر الجديدة بمفهومها الذي يمتد حتى إلى الأطفال، لأنهم هم كما يقولوا هم الأرضية الأساسية لبناء أفضل. شكرا جزيلا لك سارة، أترك لك المجال لتوجيه تحية لكل أطفال الجزائر بمناسبة اليوم الوطني للطفولة. ما أقوله لأطفالنا، دائما ثقوا بقدراتكم ولا تدعوا المجتمع أبدا يحطمكم، اسعوا إلى آخر رمق إلى آخر نفس، وظلوا آمنوا بأحلامكم إلى النهاية. شكرا جزيلا لك سارة بوشامة، عضو البرلمان العربي، كنت مباشرة معنا عبر اتصال هاتفي من الأوراس الأشم من باتنا. شكرا جزيلا لك. أعود لك سيد رحيم، شيء يعني مفرح في نفس الوقت، يعني نحمل هذه النبرة التفاؤلية بين أبنائنا وأطفالنا عندما نسمع مثلا لسارة وأخريات أو لمحمد وآخرين أو لإسلام وآخرين تتعدد أسماؤهم. يعني فعلا هذا هو الهدف من حتى في إطار بناء الجزائر الجديدة، هو إعطاء الأطفال كل الفرص، كل الإمكانيات المتاحة من أجل بناء شخصية سوية، وهذا هو الهدف. لأنه في علم الاجتماع يقال أنه يخلق البطل من المجتمع ليغير المجتمع، وبالتالي فإن هذا الأطفال أطفالنا هم نتاج المجتمع، وسيفكرون بنفس المعيار، بنفس النمط التفكير الموجود. على هذه الاتفاق اليوم على معيار تربوي جديد ليخلي الكل يصبو إلى الوصول إلى نفس درجة الوعي في إطار بناء الجزائر بسواعد رجالها وبناتها وشيوخها، يعني كل الناس، لازم كل واحد فينا يحاول أنه يبني الجزائر باحترام أولا خصوصيات الناس، كل إنسان يحاول أنه يعرف ما له وما عليه،
في هذا في إطار الاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع نقدر نبنو. ونظن أنه هذا الشعار اللي انطلقنا فيه على أنه الأطفال هما مهد المسؤولية، يعني كيفية زرع، كيفية إعطاء يعني النمط الجديد اللي راح نسير عليه، كيفية الرؤية الجديدة للمجتمع الجزائري في إطار العدالة الاجتماعية، في إطار الحفاظ على اجتماعية الدولة الجزائرية. إذن هذه أهداف اللي تخلي الكل يكون عنده نفس الفرصة أنه يظهر. إذن حتى في إطار البرلمان، في إطار البرلمان العربي، فيه كذلك المجلس الشعبي الولائي، يمكن أننا نروح إلى إعادة تفعيل هذه الفكرة، لأن الفكرة موجودة مجلس الشعبية الولائية للأطفال، لأنه عندهم كذلك كلمتهم، عندهم تصورهم لكيفية كيفية العيش، كيفية يعني تطوير المجتمع. يعني سمعنا سارة اللي تقول أنها تنظر نظرة جديدة لكيفية تطوير المجتمع الجزائري، لأنه حتى في إطار السياسة الشراكة حتى في تبادل الأفكار والخبرات، تبادل الأفكار يعني. لأنه حتى إذا كان نتكلموا اليوم على عروض الأطفال، على رياض الأطفال، رياض الأطفال في المجتمعات عندها أهمية كبيرة، لأنها هي اللبنة الأولى لبناء شخصية الأطفال. لأنه نوضع أطفالنا ابتداء من شهر من ثلاث شهور، يعني هذا الدور هذه اللي في وقت ما يعني ربما ما كان ماشي كان يعني عدم اهتمام، لكن كانت عبارة عن العدد قبل ما نروحوا للنوعية في التكفل. اليوم إصدار القانون المرسوم الجديد اللي يهدف إلى إعطاء الطفل أكبر الفرص الممكنة لتوفير في هذه الدور كل الظروف المناسبة يعني بناء شخصية الطفل وإعطائه يعني في إطار نمط موحد. لأنه هنا الإشكال الموجود كيفية توحيد الأنماط التربوية البيداغوجية المستعملة في دور الأطفال دون المساس بخصوصيات هذه الدور، لأنه فيه الخدمات التي تعطى هي خدمات على حساب قدرات كل شخص. إذا نحاول هنا نوفر العدد يعني العدد الممكن توفيره لجميع أفراد المجتمع الجزائري من أجل أن أطفالهم يكون عندهم نفس الفرصة في أن الطفل يروح للحضانة ويوجد نفس النمط التربوي. إذن هذا هو الهدف اليوم، كيفية بناء معيار تربوي بيداغوجي جديد لخلينا كلنا نصبوا في من واحد من أجل بناء جزائر تكون فيها يعني العدالة الاجتماعية، يكون فيها احترام الغير، احترام أفكار الناس، كل إنسان عنده فكره، كل إنسان يقدر يفكر بالطريقة، ولكن دون الوصول إلى المساس بالثوابت الوطنية اللي تخلينا دائما نمشوا في إطار تطوير المجتمع تاعنا بخطى ثابتة، ونروح إلى بناء مجتمع متكامل متكافئ واللي تسود فيه العدالة الاجتماعية، تسود فيه كذلك التكافل الاجتماعي اللي هو أحد الأركان الأساسية في إطار بناء المجتمعات المتوازنة. نعم. بناء مجتمع متوازن لا يرتبط فقط بهذا الشعار، لأن هذا الشعار لا يتقيد فقط بهذه الاحتفالية، لا نربطها بمناسبات، يعني مناسبة اليوم الوطني للطفل نتمنى أن تترجم في المستقبل وتتجدد، يعني تتعمم ربما حتى الجزائر بين الدول القليلة اللي تحتفل بثلاث مناسبات، اليوم العالمي، اليوم الإفريقي، واليوم الوطني. يعني اليوم الإفريقي 16 جوان 16 جوان، يعني نحاول إعطاء هذا الطفل، لأنه الطفل هو شوف هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات. كين الأسرة وكين الطفل، إذا كان حسنا الاثنين الانطلاقة تكون انطلاقة سلسة تضمحل فيها الفوارق الاجتماعية بين الناس، تضمحل الأفكار للنيجاتيزم. هنا لازم لا ننظر الأشياء بسلبية، هنا لازم نروح في إطار بناء مجتمع بالإيجابيات. كفانا أننا نتكلم على لأنه حتى وكفانا نعرقل حتى يعني بالقول مثلا نعرقل نشاط الناس وعمل الناس. جائحة كورونا اليوم نورمالمون كل يعني الكل إنسان يحاول أنه ينأى إلى سلوكات اللي تخلي الكل يمشي في إطار متوازن منسجم. استعمال العنف اللي نشاهدوه هذه كلها لا تخدم الصالح العام، لأنه الصالح العام لازم كل واحد فينا يحاول نبنو يعني حتى في إطار الكلام الطيب، يعني السلوكات العادية بين الناس، العلاقة الطيبة اللي تخلينا دائما حتى يعني بالكلام بالبسمة.
بالبسمة بالابتسامة في وجه أخيك صدقة. يعني لما نوجد أنا يا هذاك الممرض ولا الطبيب اللي مدة 4 أشهر هما يعانوا معاناة شديدة سواء في إطار يعني الحرمان الأسري اللي هم عايشينه بعد على أسرهم عائلتهم وزيد هذا الضغط اليومي اللي متعرضين له. يعني نورمالمون هاد الناس شوف كان فيه مد تضامني كبير، كانت فيه الجمعيات اللي كانت تحضر الوجبات الغذائية فيه. يعني لازم هذا العمل يبقى مستمر إلى غاية يعني القضاء على جائحة كورونا، وحتى لا يبقى أي حالة تسجل في الجزائر. في الجزائر إن شاء الله. سيد رحيم جمال، شكرا جزيلا لك. أنت إطار بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. قبل أن أختم ربما على عجالة مسألة، أنت ذكرت مسألة العنف، نعرف بأن هناك من الممارسات اليوم هذه الممارسات السلبية داخل المجتمع الجزائري لا يمكن أن نخفيها، هي مسألة العنف، يعني العنف ضد الأطفال أو الذي يطال الأطفال، وأيضا حتى عمالة الأطفال. يعني فعلا أنا شوف إذا كنت تكلمنا على عمالة الأطفال، عمالة هنا فيه حاليا يعني البوابة الإلكترونية اللي أحدثناها في المستوى القطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اللي فيها قضية التبليغ عن مختلف الحالات اللي تعيشها، سواء يعيشها الشخص المسن، سواء يعيشها الطفل، سواء يعيشها تعيشها العائلة، سواء الاستشارات الأسرية المفتوحة. إذا الأبواب مفتوحة على أساس أنه يكون فيه تواصل بين المجتمع وهيئاته. شكرا جزيلا لك. سنبقى دائما في هذا المجال. قطفنا وردة من ورود البرلمان العربي سارة، وسنقطف إناس بادة أيضا من بين المبدعات في المجال المسرح. نريد أن نستغل ظهورها وحضورها معنا عبر اتصال هاتفي. قبله سنقدم دور المجتمع المدني في التحسيس من بمخاطر فيروس كورونا، الروبورتاج لمشري مزار. مساهمة في الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، بادرت مديرية البيئة لولاية ورقلة وبالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني إلى تنظيم جملة من الأعمال، والبداية كانت بتوزيع كميات هامة من الأقنعة الواقية وحث المواطنين على ارتدائها والالتزام بمختلف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس. قامت اليوم الجمعية بحملة تحسيسية عن طريق توزيع مطويات وتوزيع كمامات على المواطنين وحثهم على ضرورة ارتداء القناع الواقي. وعدنا نداء المواطنين، الرجاء 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 عدم الاستهزاء بهذا المرض، عدم السلاح الوحيد هو الوعي. هذه العملية التي شهدت مشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني بورقلة، تم خلالها مواصلة عمليات التعقيم لعديد المؤسسات والمرافق العامة عبر مختلف أحياء المدينة. وعقمونا السبيطار، وعقمونا المحاسب، وعقمونا البيئة، ويوعوا فينا يوميا، يوعوا فينا. ونطلب من الشعب الورقلة وشعب الجزائر كل التزموا بالأوامر اللي يقولنا من السلطات. صراحة هذه مبادرة يعني نفتخر بها احنا، ونتمنى أن نتعمم، ومن هذا المنبر نقدم نداء لكل مواطنين ولاية ورقلة أنهم يلتزموا أكثر فأكثر بإجراءات الحجر الصحي. العملية شهدت أيضا دعوة المواطنين لتنظيم أنفسهم في جمعيات ولجان أحياء، خاصة وأن القوانين حملت تسهيلات لإنشاء مثل هذه اللجان والجمعيات. قمنا بإعداد المطويات التالية من أجل تشجيع المواطن على تنظيم أنفسهم في لجان خيرية، جمعيات خيرية تضامنية ولجان أحياء، لأن أصبحت اليوم مسؤولية المحافظة على المواطن والصحة والبيئة هي مسؤولية الجميع. هذه الجهود اليوم تضاف إلى الجهد الوطني للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته. أحييكم من جديد. فاصل ضيف الصباح، ضيفة صغيرة بعد الفاصل. مسرحية، ممثلة مسرحية أو إعلامية، مش كيفاش راح نقدمها. أولا نرحب بك إيناس بادا، ويعطيك الصحة كي قبلتي باش تحضري معنا في برنامج هذا الصباح عبر الإخبارية. أزو صحة على الانفيتاسيون، وني فرحانة بزاف اني جيت لهنا. مرحبا بك. احنا اللي فرحانين بزاف اكثر، انت متعددة المواهب بين الإعلام والمسرح، كيفاش راكي حابة نقدمك انت، كيفاش راكي حابة تقدمي نفسك للمشاهد اللي راهو يشوف فينا؟ هذا المسرح وهذا النادي اللي فتحته في المدرسة، هادو مواهب صح ان شاء الله منا في المستقبل، ان شاء الله جراحة. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. كيفاش كانت هذه تجربتك في مجال ان يعني خممتي باش ديري نادي تاع الصحافه على مستوى متوسطه مولاي علي بشراكه؟
دائما نشوف، انا بزاف نحب لي فيلم، دائما نشوف هاد لي فيلم، نشوف بلي كاع لي فيلم هادو ما فيهم نوادي في المدارس، في المدارس دائما كي يروحوا يقراو يروحوا يديروا ثاني كفايس اللي يحبوهم كيما نادي تاع الرسم، نادي تاع الرياضه. صافي قلت علاش انا ما نسيش ونديرها ثاني عندنا في الجزائر. كي رحت قلت نسي زهري، رحت عند المستشاره، رحت عند المدير قبل، وافق لي على الفكره تاعي، قال لي مليحه. تانيك المستشاره عجبتها، بشويه شويه قدرت نفتحوا هذا النادي تاع الصحافه. هو نادي تاع الصحافه، نديروا فيه كاع لي سوجي لونفيرونمون كلش، البيئه، تانيك نديروا الاعلانات تاع اللي يعرفوا يرسموا في المدرسه، يعرفوا يغنوا، يعرفوا يديروا تمثيليه. تانيك ومادا انا كيف فتحتو هذاك الهدف تاعي كاع يزيدوا يفتحوا تانيك. صافي كاع بداو يفتحوا مورايا. وتاني كنقول صحه اللي معايا في الكلوب، شاهيناز، ايه ومهدي. شحال راكم في الكلوب؟ شحال راكم في النادي هذا تاع الصحافه؟ احنا رانا ربعه، وهي نادي تقدر تفتحوا بين ربعه وسته افراد. هادو هما عندكم مجله تابعه للنادي؟ عندكم عندنا هو جاي عطيني فكره عن النشاط اللي يقوم به. هو جاي طابلو داخل المدرسه، طابلو يتعلق في الحيط كبير هو، وندي عندنا احنا نخدموا ربعه ولا خمسه لي سوجي في الشهر، وكل جوج سمانات نبدلوا دو سوجي. صافي كل جوج سمانات يجوا دو سوجي جدد، كاع نخدموا فيهم كل واحد باسمه ولقبه من تحت وش خدم. احنا نعرفوا يعني عشنا حتى ظروف خاصه يعني بالنسبه لنتوما، كي حبستوا لك تعرفي حبستوا المسيد ما عدتوش تقراوا. المساله هي مساله مرض وباء، باش نحميوا اطفالنا، باش نحميوا مواطننا من هذا المرض. كيفاش نكون لو استغلينا مثلا هذا النادي باش نمروا هذه الرسائل، رسائل توعي وتحسيس للاطفال؟ احنا درنا بزاف لي سوجي. كاين ديجا دوكا في الدار نخدموا على الحجر الصحي، واش انا نديروا في الحجر الصحي. ثاني هاد التمثيليه بلي هم يديروا مسابقات في المواقع التواصل الاجتماعي، نقدروا حنايا نشاركوا فيهم. انا ما كانش كاع مبالي بلي كاين هكا عفايس، حتى وين ماما شافت هاد المسابقه وقالت لي هاي كاينه مسابقه تدخلي فيها واللي حاب ثاني كيدخل. نعم، انت راكي تحكينا على المسابقه تاع المسرح الوطني الجزائري، منظمها المسرح الوطني الجزائري، وحصلتي على الجائزه الاولى في المسابقة الافتراضية للأطفال. نعم. كنت تستنين باش تربحي تدي الجائزة؟ أنا ما كنتش قاعد نستنى، قلت أنا ندير ما نقعدش نخمم فيها بزاف. هاي صرات الحمد لله، ما صراتش معليش أنا سييت. صح، واش سييتي؟ واش قدمتي يعني في هذه المسابقة؟ هي كيفاش ندافعوا على روحتنا من فيروس كورونا، هي نصائح، سبع نصائح هكاك، ولازم يكون فيها 9 دقائق 10، هذا هي المدة تاع المسابقة تاع الفيديو. تقدري تعطينا هكذا عفسه من العمل اللي قدمتيه؟ هذا اللي رانا نشوفه فيه، هذا هو، هذا هو هنايا تعريف تاع فيروس، تعريف تاع فيروس كورونا. وشنو هو فيروس كورونا؟ كيفاش باش الناس واحد اخرين يمرضوا بهذا المرض، يجيهم المرض هذا يتعداو به. ومن بعد موراها تدخل ديريكت في النصائح، غير مر التعريف تاعها ونصائح كيما لازم تغسلوا يديكم مليح وبانتظام يوميا، لازم تهويه، تنظفوا المنزل، لي باس تاع الدار، ما تخرجوش غير للضروره، وكي تخرجوا لازم الكمامه، القفازه تدخلوا للدار ترموهم، ما تقابلوش بزاف الناس، وكي تقابلوهم لازم مسافه. كيما دوكا بيناتنا مسافه، مسافه طويله، ولكن القلب الى قلب قريبه يعني، ما شاء الله عليك ايناس، يعني ملهمه. انا حبيت تكوني مثال، يعني مثال حي لاطفال الجزائر، لانه كاين بزاف ناس اللي راهم يشوفوا فيك الان على المباشر عبر الثالثه، وعندك تجربه اعلاميه وصحفيه. انا حبيت تخاطبيهم كانك صحفيه واعلاميه في التلفزيون، وان شاء الله يوم من الايام ستفتح لك، ستفتح لك المؤسسه الابواب يعني ان شاء الله. انا حبيت نقول للاطفال الجزائريين، ما مشي جزائريين، اذا حبيتوا ديروا عفسه روحوا ديرك ديروها، ما تقعدوش تخموا في الكونسيكونسز، الاضرار اللي تجي موراها. ومن بعد هذوك الاضرار اللي يجي موراها دفعوا نتوما ثاني على روحتكم وتخطاوها، باسكو دائما كي تحبوا ديروا عفسه لازم ديرك تروحوا ديروها، ما تقعدوش غير تخموا فيها. حتى تخموا يعني في مساله كي نقدر زعما نكون روحي ونقدر نعاون الناس، نعاون الناس يعني. خاطر في هذا النادي، هذا النادي تاع الصحافه جاونا مصاعب، ما كاش طابلو، ما كاش اللي يحبوا يشاركوا، باسكو مازال ما عرفوش شنو هذا، ما قدروش يفهموا. ومع الوقت اني فتحت هذا الكلوب والحمد لله هم كاينين وكاع يفتحوا دوكا في المدرسه. الحمد لله.
كيما انت كامل هما هكذا ولا كاين اللي راكي تساعدي فيهم باش يدخلوا في هذا المجال؟ دائما ندير لهم لي بوبليسيتي الاعلانات، نقول لهم باغ اكزومبل هما وقتاش بداو يدخلوا في هذا الكلوب كي سورتو قبل ما نبدا الكلوب نشرت زوج ورق. هاد الورق فيهم قلت بلي درتهم انجلي وتانيك بالفصحى العربيه. قلت لهم بلي انا راني تلميذه من هذه المؤسسه في لو درت شويه سسبنس ما غليتهمش يعرفوا شكون انا. لا باش تكوني البطل انت يا شويه. قلت لهم بلي راني فتحت اول نادي مادا بيا ثاني كنتم تفتحوا نادي. قلت لهم انا راني درت تغيير بسيط مش تغيير اضافه لمسه بسيطه في المدرسه، ان شاء الله انتم تضيفوا لمسه في المستقبل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ضحكتك شابه ما شاء الله على بالك، يعني حاجه اللي مريحه هذه الابتسامه، يعني ربما كل الظرف اللي رانا نعيشوا فيه لازم نبتسموا لانه الحياه الحياه هذه هي تستمر. انا حبيت نسقسيك ربما هذا الظرف يعني تاع الحجر، كاين ناس اطفال الان يتكلموا مع ماليهم اليوم يقول لك ولادي راهم يعانيوا من ضغوط نفسيه، كاين يعني بصفه عامه رانا نوجوهم حتى يعني بالاخصائيين النفسانيين باش يشوفوهم باش يرفعوا عليهم هذا الضغط النفسي والقلق هذا. انت كيفاش راكي انا حبيت رساله من عندك باش الناس هذو اللي راهم خاصه الاطفال يعني ما راهمش يخرجوا للفضاءات تاع الترفيه وهكذا يصبروا يعني في البيت. انا في رايي هذو ما اللي يكرههم الدار يعني يوم الدار سي دائما يديروا عفسه وحده. دائما انا نحب لي فيلم بصح ماشي نهار كومبلي نقعد نشوف غير في هذوك لي فيلم، باسكو غير تبع لي فيلم وتقول خلاص انا شفت كاع هاد لي فيلم دوكا واش نزيد ندير موراها، كي تكمل كاع لي سيري واش حدير موراها. صافي لازم دائما تنوع، حبيت تقرا كتابات، حبيت تلعب لي جو، تلعب لي جو مع الدار. دوكا انايا باش راني نلعب لي جو في الدار دومينو مع لا فامي دوكا باش لقيت الوقت. الدومينو مع باباك وطيبي مع يمك باينه يعني هكاك لازم احنا كاع نلعبوا كاع نديروا الدومينو كاع نطيبوا. تعرفي طيبي؟ باين واش الحاجه اللي تعرفي طيبها؟ انا ندي شفتو سقايط. مليحه. جيد جدا، يعطيك الصحه ايناس بدا. مر الوقت بسرعه 10 دقائق، حبيت تقولي كلمه هكذا اللي راهم يشوفوا فيك هاي الكاميرا وخطبيهم على المباشر. انا نقول لكم لازم تنوعوا، ماشي تقعدوا ديروا عفسه وحده برك باسكو تما كوين تكرهوا. وتانيك دوكا باش عندنا الفرصه باش نهضروا مع موالينا نقعدوا معاهم. ويما الا كي تشوفي فيا جداتي دليله رشده بوريج عاونتني بزاف. شكرا يعطيك صحة إيناس. 10 صباحا دقت ساعة الموجز الإخباري، الموجز الإخباري من غرفة الأخبار. موجز لأهم الأخبار مشاهدينا أهلا بكم. بداية أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول بغرض تحضير لقاء حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي على أن يعقد يومي الأحد والاثنين 16 و17 أوت 2020. وسيضم هذا اللقاء أعضاء الحكومة المكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي والمتعاملين الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات المالية وكذا الشركاء الاجتماعيون من خلال المنظمات النقابية لعمال وأرباب العمل. وسيتمثل الهدف من هذا اللقاء في ضبط المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوما بتنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية. يشارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم في أشغال الاجتماع 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك وغير الأوبك عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والذي سيخصص لدراسة الوضع في سوق النفط العالمية وآفاقه. وفي آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا سجلت أمس 527 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20216 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم حيث بلغ 14351 حالة من بينها 332
حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 10 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1027 حالة وفاة، رحمهم الله. توفي ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و90 سنة بحي ثنية الحجر ببلدية المدية، مختنقين بغاز أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء. وتمكن أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المدية في حدود الساعة 6:30 من صباح اليوم من إسعاف وإنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في حالة غثيان وصدمة، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة. وفي قطاع السكن وبالعاصمة وفي إطار القضاء على الأحياء القصدرية والسكن الهش، أزيد من 1000 عائلة على موعدنا اليوم مع عملية الترحيل وإعادة الإسكان التي ستوزع على ثلاثة مواقع، حيث ستمكن العملية من استرجاع وعاء عقاري يقدر بسبعة هكتارات. دوليا، وفي الوقت الذي أعلن فيه مخبر موديرنا الأمريكي على أنه على وشك الانتهاء من المرحلة الأخيرة الاختبارية للقاح ضد كوفيد-19، سجل معهد جون هوبينكز أمس 63 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ليجتاز إجمالي الحالات المؤكدة بالولايات المتحدة سقف 3 ملايين إصابة. وفي الهند، قررت كل من ولايتي بيهار شمالا وبنغالور جنوبا إعادة الحجر على 138 مليون نسمة بعدما لاحت في الأفق بوادر انتشار للعدوى بذات الولايتين. أما في فرنسا فيسير الاتجاه العام نحو فرض القناع في الأماكن العامة في محاولة للتصدي للوباء الذي خلف حتى الآن أزيد من 574 ألف ضحية في العالم. هددت الصين اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد بالمثل على تمديد واشنطن عقوباتها عليها بخصوص هونغ كونغ، وأكدت بكين أن ردها سيشمل الأشخاص والمؤسسات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس إنهاء النظام الاقتصادي التفضيلي مع الإقليم ذات الحكم مع فرض عقوبات على مسؤولين وبنوك صينية. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، أترككم في أمان الله.